لا طبعا يا فندم، وانا تحت امرك. تمام، اتفضل. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا عصام بيه؟ مع انها اول مره اسمع لحد انه يحضر معايا تحقيق من غير ما يكون طرف فيه، بس اتفضل. شكرا. تشرب حاجه؟ حضرتك كمل شغلك. معلش يا فندم، هو انا عندي سؤال. لا معلش، هو انت جاي النهارده عشان تجاوب مش عشان تسال. معلش يا عصام بيه، بس هي هيبقى في اسئله من دي كتير. لسه في اسئله كتير. انت هتجاوب بس على اللي يتوجه لك. خلصت الدباجه الاولانيه يا مسعد؟ تمام يا فندم. استاذ حاتم، ريت تحكي لي بقى بالتفصيل اللي حصل ما بينك وما بين مدام ايناس وما بين نغم مالك، اللي حصل كده من اول يوم بالتفصيل يعني. هو حضرتك اكيد مدام ايناس حكت وقالت اللي حصل النهارده. معلش تعالى على نفسك شويه، احكي لي من الاول. حاضر يا فندم. كان في مشكله ما بين ايناس وواحده صاحبتها، وايناس قررت انها تروح تتكلم معاها النهارده. في نفس الوقت نغم كان بقالها كام يوم كده بتتكلم مع ولد على الفيسبوك، واحد اسمه مروان. عرفت ان حصلت مشكله ما بينها وما بين ملك باشا في اخر مره كان فيها في الغردقه بسبب المشكله دي. وساعتك ما تعرفش ان ماضو ونرمين صحاب نغم حصلت لهم نفس الحوادث لما نزلوا يقابلوا نفس الشخص؟ عارف طبعا يا فندم. عارف طبعا، بس واضح من رسائل الواتساب اللي ما بينك وما بين نغم ان انت كنت بتشجعها على كده، بدليل ان سعادتك النهارده في اخر محادثه ما بينك وما بين نغم على الواتساب قلت لها بالنص: طيب اطلعي بره علشان اكلمك في التليفون، عايزين نتفق هنعمل ايه مع مامي علشان ما نخليهاش تيجي الكافيه، هبقى انا اللي معاكي هناك احسن. هبقى اللي معاكي هناك احسن. صح. حصل يا فندم، بس احنا بصراحه كنا بنتكلم في حاجه تانية خالص. يعني كنت هعدي على نغم واخدها ونطلع على الكافيه، وكنا هنحاول على قد ما نقدر اننا ناخر مدام الناس عشان كنا مخططين نعمل لها مفاجاه. يا ترى ايه بقى المفاجاه اللي كنتوا بتحضروها؟ فزي ما بقول لك كنت هاخدها واطلع الكافيه. انا سالتك سؤال. معلش، هو رتبة حضرتك ايه؟ جاوب على السؤال، ايه هي المفاجأة؟ هو بصراحة سؤال حلو. زي ما حضرتك عارف انا ما بيني وما بين مدام ايناس مشروع جواز، واكيد يعني نفسي اني تبقى علاقتي بنغم كويسة، وانا قررت اني علاقتنا تبقى علاقة صداقة. السن ده بيبقى عاوز كده عشان ما غلطش غلطة ناس تانية، عشان كده بنتكلم كتير وفي ما بيننا أسرار، حاجات يمكن هي ما بتقولهاش لمدام ايناس بس بتقولها لي أنا، وأنا ما بخبيش حاجة عن ايناس خاصة لو حاجة ممكن تبقى وحشة. المهم كان في شوية مشاكل ما بينها وما بين مامتها، وأنا أقنعتها إنها تجيب تورتاية وتعمل لها مفاجأة، يعني عشان نحل المشاكل دي، وعشان مدام إيناس برضو تبقى مطمنة إني نغم مش هتسيبها وتروح تعيش مع باباها. أنت مالهم؟ لا 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 لا. مالك اهدى، أنا جايبك هنا عشان تسمع مش عشان تعمل اللي بتعمله ده. اطلع بره لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. حاتم بيه، يا ريت تخليك معايا أحسن.